ومن عمان ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور باسل الغريري، أستاذ العلوم السياسية ونائب مدير المركز العراقي للدراسات. أهلا وسهلا بك دكتور باسل. بداية، يعني كيف تقيم تقدم القوات الحكومية فيما يتعلق بتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش، خصوصا بعد استيلاء القوات الحكومية على المجمع الحكومي هناك؟ بالتأكيد هناك تقدم كبير جدا لهذه القوات بسبب أعتقد عوامل، منها أولا الدعم المقدم من قبل يعني قوات التحالف. يعني نسبة الطلعات الجوية كانت يعني زادت مساوات 50% ثانية، زيادة على التنسيق. تم تحريك كثير من قوات الشرطة الاتحادية من الجنوب، هناك حوالي 5 ألوية، وزجها في القاطع الشرقي وايضا القاطع الجنوبي الشرقي، ايضا اضافه الى تقدم القوات الشماليه المتحده مع حرس نينوى، اضافه الى في الدعم الناري، هناك ايضا دعم مقدم من القوات الفرنسيه. وبالتاكيد ايضا احد القيادات العسكريه الامريكيه قال ان هناك يعني اصبح نوع من زيادة التنسيق. بعض المواقع العسكرية الأمريكية أشارت إلى هناك مشاركة ما يسمى بعملية إنتاج اندماج مكثف ما بين القوات الأمريكية، أن هناك 1700 جندي أمريكي قد دعم هذه المرحلة الثانية، وإضافة إلى أن هناك بعض يعني الأدوات المستخدمة أو المعدات المستخدمة منها القتال الليلي. هنالك الآن يعني السيطرة على يعني جسور 4 من أصل 5، والجسر الرابع والثالث، عفوا الجسر الرابع والجسر العتيق الآن وصلوا إلى منطقة الفيصلية، والجسر الثاني ومن ثم جسر الحرية. بقي حقيقة هنالك فقط الجسر الخامس الذي يعني لم يتم الوصول إليه، معنى أن هناك يعني أحياء قليلة لم تتبقى، ويتم يعني السيطرة على منطقة الجانب الأيسر. أعتقد أن منطقة الجانب الأيسر لن يعني تبقى يعني طويلا، المعركة الحقيقية لكن ستبقى في الجانب الأيمن. حينما تم تأمين عملية التسيير، داعش قد فجر كثير هذه الجسور جميعها بعد أن فجرها في السابق قوات التحالف لخطأ عمل الإمداد. الآن داعش قام يعني تدمير الأجزاء المتبقية من أجل منع عمليات العبور. هل سيؤدي ذلك برأيك دكتور باسل، يعني تفجير داعش لهذه الجسور أو القضاء على ما تبقى منها كما ذكرت، هل سيؤدي إلى إعاقة تقدم القوات الأمنية بالفعل؟ بالتأكيد، لأنه نحن أمام نهر دجلة في بعض المناطق الأساسية، يعني أحيانا يصل إلى 1000، وبعض الأمان تضيق أمام الجسر العتيق. يعني المنطقة الأضيق هي منطقة الفيصلية، ومثل منطقة الفيصلية أمام الجسر العتيق أو الجسر الحديدي المنشئ منذ يعني زمن الملك غازي رحمه الله. ولذلك يعني يعني المعركة في الجانب الأيمن ربما لن تكون هذه الفترة، بعد أنه تأمين الجانب الجسور ثم أيضا تأمين الجانب المقابل من جانب الجسور من أجل العبور. يعني ليس فقط تؤمن الجانب الأيسر لكنه تؤمن المعبر من الجانب الأيمن حتى ممكن أن تكون، وهذا أعتقد يعني عملية ليست الآن، أعتقد أنه سيتم في مرحلة ربما تكون مرحلة ثالثة في عملية الدخول، وربما سيتم فتح جبهة الجنوب تجاه يعني مطار الغزلاني، حتى تكون يعني وصول أرضيا وصول إلى مطار الغزلاني، وثم دخول الجانب الأيمن مع مناطق ما يسمى حي الطيران ودندن وحي 17 تموز، وهذه يعني ايضا تحتاج الى ربما اسابيع. من عمان الدكتور باسل الغريري، استاذ علوم سياسيه ونائب مدير المركز العراقي للدراسات، شكرا جزيلا لك.